سالي تو الموند، اليوم ما عنديش فلوك ولكن غادي ندير واحد الموضوع واللي هو فرق ما بين العربي والاجنبي، فرق شاسع. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. الام العربيه الام الاجنبيه ودابا البنت الاجنبيه ملي كتبغي تخرج ماما عطاك رخصه تاني لارجون باسكو بغيت ندير مينيكور بيديكور وكذلك غادي نمشي عند الكوافير باش نصاب شعري صافي بنتي غادي نخلي لك لارجون سوغ لاطا تنغداو تاخويا صافي والعربيه ملي كتبغي تخرج بنتي غادي العرس وقيله خاصك تقدي حالتك وتحط الماكياج ايتو يلا شوفي حالتك بعدا ماما شوفي انا بغيت ندير لا ماكياج لا حتى حاجه انا عجبني راسي واوف كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو فرق ما بين العربي والاجنبي لاحظتوا الفرق الشاسع ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب بيس